طبابة ألف. طبابة ألف العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي ألف ألف أف أم في كل مكان. أرحب فيكم أنا سلطان عبد المحسن في حلقة جديدة من برنامجكم طبابة ألف. موضوع طبي جديد وهذه الحلقة برعاية مركز الهدى الطبي. موضوعنا اليوم عن العناية بالجروح. وضيفنا اليوم دكتور محمد عبد البديع حبيب، زميل الكلية الملكية للأمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. أهلا بك سلطان. أهلا بك. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. أمورك تمام؟ تمام الحمد لله. اليوم موضوعنا عن الجروح، طبعا مش الجروح المعنوية، نتكلم عن الجروح الحقيقية اللي بتجي. أول شيء إيش تعريف الجرح؟ إيش الجرح؟ عبارة عن إيش؟ طيب الأول قبل ما نقول الجرح نقول اللي هو إيه الجلد. لأن أوكي. الجرح هو عبارة عن انقطاع أو انفصال في الأنسجة الرخوة وخصوصا الجلد منها. فبالتالي العضو الأساسي اللي بنتكلم فيه عن الجروح هو الجلود أو جلد الإنسان. الجلد باختصار هو ده أكبر عضو في الجسم. بيغطي طبعا من أخمص القدمين لغاية فروة الرأس فوق. مساحة كبيرة، أمطار عديدة، والجلد بيتكون من طبقات عديدة. الطبقات دي يعني مش هنخوض في تفاصيلها لأن هو موضوع علمي مش هيفيد مستمع كتير، لكن الطبقات دي كلها في تواصل بينها وبين بعض. وكل طبقة من دول ليها وظيفة معينة، ليها سمك معين متناسب مع الوظيفة ديت. فبالتالي الجرح معناه ان فيه قطع في هذه الطبقات بصورة بأخرى، سواء حتى الطبقة السطحية من الجلد او الطبقات السفلى من الجلد، هو ده معنى الجرح. اوكي. ايش انواع الجروح دكتور؟ طيب الجروح من حيث الوقت بسميها جروح حادة وجروح مزمنة. حادة بمعنى جرح حصل دلوقتي حالا، زي قطع بالسكين بسميه جرح قطعي، او جرح نافذ ان اخترق طلق ناري مثلا، او اصابه واحد وقع على ايديه او رجليه حصل قطع، اي اصابات تحصل في الجلد. وفي جروح مزمنه وهو ده الموضوع الاساسي عندنا في الحلقه. من حيث الوقت في جروح حاده وجروح مزمنه. طبعا الجروح الحاده بيقسموها جروح مفتوحه وجروح مغلقه. المفتوح منه انواع، سبع انواع: قطعي وردي ونغزي وناري وثاقب، يعني مصطلحات معينه. والجروح المغلقة منها زي الكدمات. الكدمة مع انها الجلد من بره سليم، لكن بس هي من جوه في نزيف. بالضبط، من جوه تحت طبقات الجلد العلوية في نزيف فعامل كدمة، والخدوش والردود وخلافه، يبقى هو انواع حادة ومزمنة. الجرح المزمن يعني انواع كتير. في جروح بتأثير بعض الامراض المناعية، في جروح بتأثير مرض السكري، في جروح بنسميها جروح الضغط اللي هي زي تقرحات الفراش، وفي جروح للورد، جروح الوردية أو الشريانية. هنستفيد طبعا كل الأنواع دي فيما بعد. طيب خلينا نتكلم عن كيفية التعامل مع الجروح دكتور وطريقة علاجها. يعني الجروح على أول حاجة طبعا المفروض نعرف الجرح ده زي ما اتفقنا جرح حاد ولا مزمن، وإيه سبب الجرح اللي حاصل قبل ما نحدد خط العلاج. معنى لو جرح حاد جرح قطعي، الدكتور بيقيم الحالة، هل محتاجة تاخد غرز جراحية لقفل الجرح، لأن هو التئام الجرح معتمد أن حرفين الجرح أو الحفتين الجرح يكونوا ملتصقين لبعض. بتيجي يحصل التئام أولي نسميه يعني التئام أولي للجرح، أن الأحرف تبتدي تلتئم مع بعض، ولو الأحرف بعيدة عن بعض بتيجي نحاول نقربه من بعض عن طريق استخدام بعض اللصقات الطبية أو بعض الخيوط الجراحية بالغرز. طبعا تقييم الجروح بيتم عن طريق طبيب جراح. الجراح دوت بيبقى سواء تخصص جراحة عامة أو أحد فروع الجراحة زي جراحة الأوعية الدموية أو جراحة القدم السكري أو جراحات التجميل. وعلى حسب حجم الجرح وعلى حسب مكانه وعلى حسب أراضي المصاحبة للجرح بنحدد إيه خطة العلاج. الجروح الحادة التعامل معها إن شاء الله بيبقى سهل، محتاجة نظافة باستمرار، غيرات باستمرار، بعض الأحيان مضادات حيوية لعلاج الجرح. المشكلة تبقى في الجروح المزمنة اللي بقى لها فترة طويلة مع المريض، هي دي اللي احنا بنتكلم عنها. مثلا زي مرض السكري، وما مرض السكري بعض الأمراض اللي لما يصاب فيها يجلس الجرح فترة طويلة، يجلس الجرح من فترة طويلة ومفتوح، لأن هو بيبقاش مشكلة بس ان حصل قطع في الأنسجة الرخوة زي ما نقول، لا بيبقى فيه مشاكل أخرى مصاحبة بتمنع التئام الجرح بالطريقة اللي وصفناها قبل كده. خلينا نشرح للناس كيف يتم التئام الجرح، يعني كيف ليش في
حالات ما يتم فيها التئام الجرح وفي حالات يتم فيها التئام الجرح؟ سؤال وجيه جدا يا سلطان. هو الجروح عموما زي ما اتفقنا قبل كده التئامها مرتبط ان حافتين الجرح يكون ملتصقين ببعض بحيث يبتدي يكون مجموعه من الانسجه تسد الفراغ الموجود والجرح يلتئم من جديد. ده ببساطه، لكن الامر اكثر تعقيدا عند حدوث امراض اخرى زي مثلا تقرحات الفراش. الفكرة في تقرحات الفراش ان المريض طريح للفراش فترة طويلة فحصل قرحة في جسمه. القرحة ديت مش مجرد بس ان انا هغير على الجرح وانتهى الموضوع، انا محتاج امنع اصل المشكلة زي القدم والسكري، انا محتاج اضبط السكر كويس قبل ما افكر ان انا اعالج الجرح، لان علاج الجرح اول خطوة فيه هو علاج اصل المشكلة. فبالتالي وضع خطة علاجية كاملة مش بس مرتبطة بالجراح اللي بيعالج المريض، لا مرتبطة بفريق طبي متكامل. سواء دكتور أوعية دموية، سواء دكتور أمراض مناعية لو فيه مشكلة مناعية، سواء طبيب سكري أو طبيب باطني عشان يعالج السكر، سواء علاج طبيعي للتحريك المريض وتفادي تقرحات الفراش. كل ده بيتم بصورة محتاجة تكاتف بين المريض وبين أهله وبين الفريق الطبي المعالج. لا أنا دائما أجلس أفكر أقول إيش سبب في ناس مثلا الجرح، خلينا نقول الجرح السطحي اللي بيكون في ناس يلتئم عندهم الموضوع بسرعة ويصير في عندهم تخثر للدم سريع، وفي ناس لا. يعني أنا أتكلم عن الناس اللي ما عندهم حالات مرضية، هي كيف بيتم أصلا العملية يعني في جسم الإنسان؟ كيف يصير كيف يصير الموضوع؟ الدم هو اللي بيفرز أشياء الجلد؟ هو التئام الجروح ده عملية ديناميكية معقدة جدا يعني، وهي زي ما انت ذكرت قبل كده ان في اختلاف بين الاشخاص وبعضها. في شخص ممكن الجرح يلتئم سريعا في خلال ايام، وفي شخص اخر ممكن ياخد منه اسابيع. وبعد التئام الجرح في واحد بيسيب ندبة او علامة مكان الجرح، وفي اخرين ما بيسببش ندبة خالص. العلم ما قدرش يوصل ليه ده بيحصل له ندبة وده ما بيحصلوش ندبة. هي طبيعة جسم بيكون حد مادة اسمها كيلويد تترسب على الجرح من الخارج فتعمل ندبة خارجية. التعامل مع الندبة دي بالطريقة عن طريق الليزر او عمل جراحية اخرى او تجميل او بعض ادوية وكريمات بحيث انها تختفي. وفي احيان كتيرة ما تختفيش، بيبقى امر معقد. كل ما تعمل عملية جراحية عشان تشيل ندبة يظهر ندبة جديدة مكان العملية الجراحية السابقة. مين بيطول معاك الجرح ومين لا؟ لو افترضنا ان كل الناس سواسية، معنى ما عندهمش مشاكل مرضية، التغذية سليمة، العناية بالجرح كويسة، هو بيختلف من شخص لاخر. زي واحد ما بيجيله صداع يقعد معاه 5 دقايق، وفي واحد بيقعد معاه ساعة أو ساعتين لغاية لما الصداع يروح. مختلفة بطبيعة الجسم نفسه. لكن لو حاولنا إن احنا نتفادى نعمل اللي علينا زي ما يقولوا، ونحاول نتفادى إن يحصل مشاكل في الجرح، هو أهم حاجة نظافة للجرح والغيار باستمرار، تفادي عدوى ميكروبية، إضافة نضاد حيوية سواء موضوعية أو بالفم عند اللزوم. خلي اتكلم دكتور عن العناية بالجروح، خصوصا يمكن العناية بالجروح للحالات المزمنة، يمكن أو الجروح المزمنة وكمان للجروح العادية. أحيانا مثلا واحد يكون عنده غرز مسويها أو شيء زي كذا، ويكون في دائما كلام كثير بين أنه تتبلل بالموية ما تتبلل، وإيش الأشياء اللي مفروض أسويها إلى جانب التغيير الجرح وما تغيير التغيير على الجرح وكذا. طيب يعني ما كلمنا عن موضوع الجروح، ذكرت الوقت موضوع العمليات الجراحية. إحنا في مركز الهدى للرعاية الطبية المنزلية عندنا فرق متعددة للعناية بالجروح، لأن مش كل جرح بيحتاج نفس طريقة العلاج. كل جرح ليه طريقة مختلفة وخطة مختلفة للعلاج تختلف على حسب طبيعة الشخص ومريض نفسه. فنفترض كما ذكرت موضوع العمليات الجراحية، الجراحة في حد ذاتها مكانها وسبب الجراحة ده عامل أساسي جدا. فبالتالي التعامل معها مرتبط بأصل المشكلة. يعني في بعض الأحيان المريض بيكون عنده مشكلة في القولون، عمل استئصال لجزء من القولون وعمل فتحة خارجية لإفراز البراز للخارج، بنسميها ستوما أو فتحة الإفراز البراز عن طريق الجلد من بره. العناية بيها محتاج رعاية خاصة، محتاج نظافة باستمرار، لأن لو الجرح ده تلوث مرة واحدة العودة إلى أصله من حيث ما يكونش فيه تلوث نهائي أمر صعب جدا. فبالتالي بنقول إن الوقاية في حالات الجروح أفضل كتير جدا من الانتظار حتى إن الجرح يتلوث ونخش في ديلما أو مشكلة إن الجرح متلوث مش عارفين يلتئم الجرح باختصار. فزي ما قلت قبل كده احنا عندنا فرقه مختصه، فريق مختص للعمليات الجراحيه. لو مريض اجرى اي عمليه جراحيه قبل خروجه من المستشفى بيتواصل معانا، بيزور الطبيب الجراح بتاعنا ومع الفريق التمريضي بتاعه، بيحددوا ايه نوعيه الجرح وايه الخطه العلاجيه بتاعته، هل محتاج رعايه خاصه بصوره او باخرى بالنقاش مع الجراح اللي عمل العمليه الجراحيه، وبتدي ننفذ الخطه العلاجيه اتفقنا عليها مع الجراح او فريق الطب المعالج بحيث ان احنا نضمن ان الجرح يلتئم في اسرع وقت وباحسن حال ويتعافى المريض. لان المريض في حد ذاته مرتبط في الاساس بان هو يتعافى من الجرح عشان يقدر يمارس حياته الطبيعيه. جميل جدا. طيب دكتور احنا راح نكمل حوارنا اكيد عن العنايه بالجروح مع دكتور محمد عبد البديع حبيب زميل كليه الملكيه
للأمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي والمناظير. بعد هذا الفاصل القصير وكيد يسعدنا نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 011-217-85-85. تقدرون كمان تتواصلون معنا عن طريق التويتر الخاص بألف ألف ALIF ALIF FM، ورح نحاول نقرأ تغريداتكم على الهواء، واستفساراتكم أكيد رح نسألها للدكتور محمد عبد البديع حبيب بعد هذا الفاصل. طبابة ألف، طبابة ألف، العيادة المسموعة. عودة من جديد لبرنامجكم طبابة ألف، معي سلطان العبد المحسن، وضيفنا اليوم دكتور محمد عبد البديع حبيب، زميل الكلية الملكية للأمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد. أهلا بك سلطان. وأكيد موضوعنا اليوم عن العناية بالجروح. الله يبعدنا جميعا ويبعدكم ويبعد كل حبايبكم عن المرور بهذه الأشياء. وطبعا حلقتنا اليوم برعاية مركز الهدى الطبي. كل اللي حابين يستفسرون أكيد عن خدمات هذا المركز المميز للرعاية الطبية المنزلية، واصلوا معهم على الرقم 9000 2 4 3 7. وأكيد نرحب باتصالاتكم على رقم الهاتف، ويسعد أكيد يسعدنا استقبال اتصالاتكم، وأكيد يسعد الدكتور الإجابة على أسئلتكم على 012-61-61-100 011-217-85-85. دكتور خلينا نكمل على الجروح والعناية بالجروح. خلينا نتكلم عن تقرحات الفراش وتعريفها، إيش يعني تقرحات الفراش؟ ناس كثير يسمعون عنها وما يعرفون إيش معناها وإيش طريقة العلاج منها. تقرحات الفراش دي المشكلة اللي يمكن معظم البيوت تواجهها في الكبار في العمر أظن، واللي عندهم يعني إعاقات برضه. هقول لك أنا، هو مش كبار السن بس هو يعني المرضى أو الناس المعرضين لتقرحات الفراش كتير قوي، بس هم كلهم يجمعهم عامل واحد بس، هو عدم القدرة على حركة من السرير. بسميه طريح الفراش. طريح الفراش ده قد يكون لكبر السن، قد يكون لبعض الأمراض المزمنة زي إن هو عنده بعض الأمراض العصبية، وقد يكون لأسباب أخرى زي عمليات جراحية، كسور وخلافه. فبالتالي يعني بنتكلم، ربنا عارفين جميعا أن كتير من البيوت عندنا فيها مشاكل ديت. التقرحات الفراش ده عبارة عن تآكل في طبقات الجلد السطحية. بسبب إيش؟ بسبب عدم الحركة. بسبب عدم الحركة اللي بتبعها إن في ضغط متواصل على مناطق معينة من الجسم. المناطق دي لاحظنا هي مناطق غالبا الطبقات الجلدية فيها رقيقة ومفيهاش طبقات دهنية أو عضلات تحميها. زي مثلا منطقة الكاهل أو كعب الرجل. أو منطقة العظم العصعصي بآخر وعمود الفقري خالص. أو منطقة الرأس من الخلف. المناطق دي ما هتلاحظ ان هي كلها مناطق مغطية بجلد، مفيش عضلات بتغطيها، مفيش طبقة دهون كبيرة، فبالتالي هي طبقات الجلد بس. استمرار الضغط ووزن الإنسان متحمل كله على المناطق دي بيحصل ضعف في التروية. يعني كمية الدم اللي واصل للمناطق دي بتبقى أقل بحيث الضغط. زي ما انت بتمسك صبعك تضغط عليه جامد بيبتدي لونه يتغير بعد فترة، تأثير الضغط من الدم مش واصل. طب ايه المشكلة لما الدم ما وصلش؟ معناه ان الاكسجين ما بيوصلش، معناه ان الغذاء ما بيوصلش. واي مكان في الجسم بيوصلوش غذاء اكسجين كفايه بيبتدي يحصل تاكل او ضمور في الخلايا بتاعته. فبالتالي بنقول ان التقرحات الفراش مرتبطه برقده او بنومك فتره طويله على السرير لاسباب ذكرناها قبل كده، بيؤدي ان المريض الضغط المناطق دي ما وصلهاش دم اكسجين كفايه، بيحصل تقرحات. ايش المفروض طب دكتور مع المرضى اللي زي كده من الاساس؟ كيف ما نوصل لمرحله التقرحات الفراش ان نحركهم؟ بس احيانا ما تقدر تحركهم اعتقد، يعني يكون صعب. سؤال ظريف جدا يا سلطان. هو ان جدتي عانت من الشيء هذا، كانت يعني كنا نحاول نحركها فكان صعب الحركه لها، ف يعني الله يرحمها، بس كانت كنت دائما افكر في النقطه هذه، ايش سبب التقرحات هذه؟ هو احنا قلنا التقرحات سببها ايه، وكان الامر في الاول ببساطه بعض الناس بيفتكر ان مجرد علاج التقرحات او تفادي التقرحات ان احنا نقلب المريض. هو فعلا تقليب المريض باستمرار بصوره دوريه ده اول عامل في تفادي التقرحات، بس التقليب نفسه محتاج مهاره خاصه، محتاج تعليم لاهل المريض ازاي يقلبوا المريض باستمرار، لان الاحتكاك في حد ذاته او التعامل مع الجسم المريض
بعدم حرفية ممكن يأذيه أكتر ما يفيده. مظبوط. كتير من الأحيان بنشوف إن الأهل لما يجي يقلبوه يبتدي يحركوا عضو من أعضائه زي أطراف الرجل أو الإيد حركة خاطئة، وعندهم المرضى دول هشاشة عظام يحصل كسر في صحيح. في الساق أو في الإيد. أو إن هو مع الشد ومع تقل الثقل حجم يعني وزن المريض بيبتدي يحركه يحصل احتكاك في الجلد، احتكاك ده يولد جرح، الجرح يتحول لقرحة. فأصبح إحنا بنحاول نتفادى القرحة نسبب قرحة. فالتعامل مع يعني المرضى دول بيحتاج حرفية شديدة قوي، محتاجة فعلا الناس عندها خبرة تقدر تتعامل مع المريض بحيث إن هي تقدر إن هي ما تضروش وتفيده. الأمر طبعا مش محتاج أقولك إن هي مرضى هي تقلب المريض، لا إحنا ممكن أي حد من أهل المريض يقلبه، بس محتاج في الأول إزاي يتعلم يقلب المريض إزاي من غير ما يأذيه ومن غير ما حتى يسبب له ضرر. صح، لانه ممكن يدفه من مكان لا قدر الله ينخلع في كتف في كسر في شيء، واغلبهم يكونوا مع قله الحركه يصير جسمه هزيل كده فعلا هشاشه في العظام وضعف في العضلات، فبالتالي اي حركه ممكن تاذيه كتير يعني. علاج تقرحات الفراش ده بنعتبره ان هو السهل الممتنع. ليه سهل وليه ممتنع؟ السهل لان هو الموضوع في الاول والاخر القرحه سواء كبيره او صغيره عميقه او سطحيه بقالها فترة طويلة أو بقالها فترة قصيرة إن شاء الله بإذن الله ليها عليك. يعني ده وليه دواء إن شاء الله. فده الجزء السهل المبشر في الموضوع. الجزء الصعب في الموضوع إن الموضوع خطة علاجية متكاملة محتاجة تكاتف بين المريض وبين أهل المريض وفريق الطب المعالج. وأي خلل في الخطة العلاجية ديت من أي طرف من الأطراف يتبعه فشل الخطة كلها. بمعنى إحنا كلنا إيد واحدة، الثلاث ايادي المشاركين في علاج المريض مفيش واحد فيهم اهم من الثاني، مفيش حد فيهم اولى من الثاني بالعلاج، لا بالعكس. يعني لو فريق الطب قام بدوره والمريض مالوش دور في الموضوع بحكم ان هو طريح للفراش غير واعي، لكن الاهل اهملوا في الجزء بتاعهم يتبع ان الخطه العلاجيه تفشل تماما، وبرضه بالعكس بالعكس. فبالتالي هو ده الصعب في الموضوع، فلذلك احنا بنعتبر ان هو حاجه اسمها نسميها كونسلنج. احنا بنتكلم مع اهل المريض نشرح يعني ايه تقرحات الفراش وايه نوع تقرحات الفراش واي درجه من درجات اللي هي درجات متعدده وكل درجه ليها علاج وايه خطه العلاج المرجوه، الخطه قصيره المدى وبعيده المدى. الشرح دوت ممكن في الاول هو ده اول لبنه في علاج التقرحات الفراش. نتكلم الاول على الوقايه من تقرحات الفراش. الوقايه من تقرحات الفراش ليها عوامل كتير. احنا دايما بننصح اي مريض طريح للفراش لازم يكون عنده مرتبه هوائيه، مرتبه معينه بتتملي هواء وتفضي الهواء في مناطق معينه بحيث يحصل تغير للاماكن يحصل فيها اعتماديه للجسم. الضغط ما يصير على كل بالظبط، الضغط ما يصيرش على مكان واحد، بالعكس هنا شويه وهنا شويه بحيث ان الضغط ما يكونش على مكان واحد في الجلد يحصل تكرار مراتب هوائيه. وهي موجوده متوفره واسعارها في الصيدليات حتى موجوده في كل مكان، كانت الاول حاجه نادره وغاليه لكن دلوقتي الحمد لله متوفره بكل بساطه. اي حد ممكن يجيبها بحيث ان هو لو حتى يعني ربنا عافينا جميعا واحد تعرض لحادث وعنده كسر يضطر يقعد في السرير فتره طويله شهور، لا اقول لازم يكون عندك المرتبة الهوائية عشان خاطر الوقاية من القرحة أفضل من علاجها. كيف تشتغل حكاية المرتبة الهوائية؟ أنك تشدها فتقوم لا هي عبارة عن يعني زي الأكياس جوه المرتبة، أكياس دي بعضها بيفضي هواء بعضها بيملى بالتزامن بينهم بعض. فالجزء اللي اتملى هواء هو اللي رفع الجسم تمام، والجزء اللي فضى هو مش عايز يتقل من الجسم، وبعد شوية الجزء المليان يفضي واللي قاعد منه يملى بحيث ان هو يغير ضغط الجسم، ضغط المحطوط على الجسم هو اوتوماتيك يصير اوتوماتيك بدون اي تدخل، هو بس موصل المرتبة الهوائية بالموتور بتاعها بالكهرباء بتدي هي من حين لاخر بتتغير بصورة دورية كل نص ساعة او ساعة عشان خاطر تتفادى ان في جزء معين يكون في ضغط عليه باستمرار. حلو، ركزوا اي احد عنده من جد مرضى يعني من كبار السن مثلا كثير يكون جد او جدة او لا قدر الله احد عنده إصابة أو إعاقة فجالس فلازم يكون عند حكاية المرتبة الهوائية. هذا أول حل دكتور. الباقي الحل الثاني هو التهوية. التهوية الجيدة سواء تهوية الغرفة اللي قاعد فيها المريض أو تهوية الجسم نفسه، إن الجسم على طول لو هو نايم على ظهره طول الوقت أصبح الجلد رطب، ورطوبة الجلد مع الضغط المستمر ممكن تسبب بكتيريا تتجمع وبالتالي يحصل عرق ويعرق أحيانا يعني رطوبة سواء عرق أو بلل أو خلافه. فبالتالي ننصح دايما المريض حاول دايما تهوية كويسة للجسم بحيث ان هو جو يكون لطيف ولا هو برد ولا هو حر، ويكون الجسم من حين لاخر يعني نكشف ظهر المريض يتعرض للتهويه الجيده من حين لاخر عشان خاطر ما يحصلش تقرحات. التغذيه. التغذيه عامل مهم جدا، ان البروتين عنصر اساسي في تكوين الجلد والعضلات، فبالتالي لو في سوء في التغذيه هيتبعه طبعا ان العضلات والجلد يحصل فيهم وهن واصابات تسبب التقرحات. فبالتالي دايما بننصح التغذيه، وعندنا في مركز الهدى فنيين واخصائيين للتغذيه بيحددوا ايه الجرعات او السعرات الحراريه المناسبه لكل مريض على حسب وزنه وحسب طوله وعلى حسب حالته المرضيه حسب الجرح كمان قديش التقرحات. لان التغذيه بزياده وزياده الوزن معاها
زيادة في التقرحات ونقصان الوزن بشدة معاه برضو زيادة في التقرحات، فكلهم خير الأمور الوسط. المريض يكون في وزن مناسب لوزن لحالته ووزنه وطوله ولسنه. النقطة المهمة جدا التقليب، ذكرناها قبل كده. والتقليب ده الجزء اللي احنا دايما بنحاول نفهم أهل المريض، ده جزء مفروض تتعلمه كويس على إيد ماهرة قبل ما تيجي تعمله بنفسك. الموضوع مش ببساطة ان انا اقلبه يمين وشمال، لا ده موضوع محتاج تدريب. بنعرف المريض انه بيقلب، بيعمل جدول معين بيحطه فوق راس السرير بحيث ان هو من الساعة مثلا 10 الى الساعة 11 على الجنب اليمين، 11 الى 12 على الجنب اليسار، وهكذا. بحيث ان يكون جاي سواء هم ابناء عدة، الابن ده قلبه على الجنب اليمين، بعدها شوية بنته جت، بنت المريض لقيت هو على الجنب اليمين والساعة دلوقتي بقت 11 بيقلبه على الجنب اليسار. يبقى في جدول محطوط بحيث ان احنا ما نفقدش او نعرفش هو اتقلب امتى الجنب اليمين اليسار. الجزء الثاني هو نعلمهم ازاي يقلبوه، لان احنا زي ما قلنا بكده ان احتكاك بتاع الجلد اثناء التقليب ممكن يولد جروح وتقرحات. وقلنا كمان ان ممكن يحصل زي ما انت ذكرت فيها سلطان، خلع في الكتف او في مفصل من المفاصل او كسر من كسور، اللي ساعتها المشكله تبقى مشكلتين، مشكله تقرحات فراش، مشكله كسور تعرضنا ليها. الجزء المهم كمان جدا هو تفادي التلوث. لان الله يعافينا جميعا، المريض بيبقى طريح الفراش غير ما بيروحش الحمام بنفسه. البول والبراز دايما بيسببوا تقرحات، او لو في تقرحات بتمنع التئامها. فدايما بننصح المريض النظافه الشخصيه باستمرار. لذلك احنا كخدمه تمريضيه بنقدمها، النظافه الشخصيه دي مش حاجه كماليه، دي حاجه اساسيه. نظافه الجسم هي عنوان الصحه. ان بعض الاحيان ان استمرار تعرض الجسم للبول و عالي الحموضة أو للبراز باستمرار يولد تقرحات، والتقرحات اللي في المنطقة دي صعبة الشفاء بينها بسهولة. أحيانا لما يكون كمان اللي ينظف مثلا يجيبون نيرس مثلا أو خادمة، ممرض أو خادمة تكون ما هي عندها خبرة كفاية أو شيء زي كذا، لا قدر الله شيء بسيط يسوي تأثيرات كبيرة. طب احنا راح نكمل حلقتنا دكتور محمد عبد البديع حبيب، زميل الكلية الملكية للأمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي والمناظير، وموضوعنا اليوم عن العناية بالجروح، وأكيد هذه الحلقة برعاية مركز الهدى للرعاية الطبية، وتليفونهم لكل اللي حابين يتواصلون ويستفسرون عن الخدمات الصراحة اللي يقدمونها الحلوة، واللي يعني الواحد ممكن يبدأ يجيبهم وبعد كده يتعلم كمان منهم، خصوصا لو كان عندك أحد كبير في العمر، كبير في السن، أو كمان أحد طريح الفراش وكذا وحاب أنك أنت تستفسر وتشوف. رقم تليفونهم هو، خذوا الرقم ممكن تفيدون أشخاص كمان من محيطكم يكون محتاجين هذا الرقم. المركز الهدى للرعاية الطبية المنزلية 9-2-2-4-3-7 9-2-2-4-3-7. ممكن تستفيد أنت أو تفيد أحد من اللي حولك من اللي يحتاجون لمركز الهدى للرعاية الطبية المنزلية. فاصل إعلاني قصير وبنرجع نكمل حلقتنا من طبابة ألف، معي سلطان عبد المحسن. طبابة ألف، طبابة ألف، العيادة المسموعة. رجعنا لكم من جديد في برنامجكم طبابة ألف، معي سلطان عبد المحسن، وموضوعنا اليوم عن العناية بالجروح برعاية مركز الهدى للرعاية الطبية المنزلية. تليفونهم 9-2-2-4-3-7. وضيفنا اليوم دكتور محمد عبد البديع حبيب، زميل الكلية الملكية للأمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد. أهلا بك. تكلمنا عن تقرحات الفراش وتعريفها وطرق العلاج، والله يبعد الجميع عنها. وأكيد نبغى نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 011-217-85-85 عشان نسمع منكم أسئلتكم كمان للدكتور محمد. دكتور محمد، كمان من الأمراض كمان المزمنة أو الجروح المزمنة خلينا نقول الموجودة، جروح اللي عندهم يعانون مرض السكري، زي السكري واللي هو معروف باسم القدم السكري. هو أولا مرض السكري ده مرض العصر. احنا بنتكلم عن السعودية، هنا المملكة العربية السعودية هي المملكة العربية السعودية هي الدولة رقم 4 في العالم في معدل إصابة بمرض السكري، ولكن هي في الحقيقة هي رقم 1، لأن أول 3 دول عبارة عن جزر صغيرة تعداد السكان فيها لا يتعدى 1000 أو 2000، لكن دولة حقيقية زي المملكة العربية السعودية هي رقم 1 فعلا المملكة العربية السعودية. فده مؤشر خطورة جدا يعني.
احد الاحصائيات بيقول ان 38% من المواطنين عندهم سكر سواء يعرفوا او ما يعرفوش. كتير منهم بيبقى عنده السكر ما يعرفش لغياب الوعي الصحي او لعدم انتباهه لعلامات معينه وما يكتشف غير في حال فاجئ في مرض او في شيء زي كده يكتشف بالصدفه عنده السكر. يعني بيعمل فحوصات دوريه او في مشكله اخرى وعمل فيه سكر وده السكر عالي. فاحنا بنتكلم عن مشكله حقيقيه فعلا بتواجه المجتمع بتاعنا وبنقابلها كتير. القدم السكري هو عباره عن اصابه او تلوث او جرح في القدم بتاعه المريض اللي عنده سكر. اسبابه كتير قوي. هو سبب فيهم الاعتلال العصبي. يعني ايه الاعتلال العصبي؟ مريض السكر الله يعافينا جميعا بيبقى عنده ضعف في الاعصاب الطرفيه. احساسه بالاعصاب الطرفيه برجليه بالذات بيبقى اضعف. يعني ممكن يتعرض لصدمه او خبطه او اصابه من غير ما يشعر بيها لان الاحساس مش موجود. فبالتالي احنا نفهم ان الالم ده نعمه من نعم ربنا. الواحد لو مش حاسس بالم وقرب من النار ممكن صوابعه تتحرق من غير ما يحس. صحيح. هو ده المشكله بيواجهها مريض السكر. ممكن يحصل اصابه في القدم او في الاصابع القدم من غير ما يحس بيها والاصابه دي دانها موجوده عنده ايام واسابيع وتتلوث والامور تكبر من غير ما ينتبه ليها. يبقى الاعتلال العصبي اول مشكله. المشكله الثانيه هو قصور الدوره الدمويه. دايما السكر ده مرض بيأثر على اعضاء الجسم كلها من ضمنها الشرايين والاورده. فبيبتدي ان هو يأثر على الشرايين. الدم اللي واصل للاطراف بيقل تاثير تاثر الاوعيه الدمويه. فبالتالي زي ما قلنا قبل كده قصور الدوره الدمويه يتبعه نقص الاكسجين والتغذيه. توصل الانسجه والنسيج ما وصلوش غذاء واكسجين كافي بيحصل له ضمور وتاكل او بيموت لا قدر الله. نقص المناعه. مناعه مريض السكر اقل كتير جدا من مناعه الشخص الطبيعي. فبالتالي النمله على الاخرين اسد على مريض السكر زي ما بيقولوا. يعني في بعض الاحيان مرض السكر مع استمراره او فتره طويله من مرض السكر بده بيعمل تشوهات عظميه. دي بتحدث نتيجه ضغط على انسجه واحنا ما بقاش عارفين هل ده سبب ولا نتيجه. يعني التشوهات العظميه دي حصلت كسبب للسكر سبب هي عملت تقرحات ولا التقرحات او قدم السكري هي اللي عملت التشوهات العظميه. فبالتالي اسبابه عديده جدا. يعني واهم سبب ان انا يمكن اجلته لاخر حاجه هو عدم انتظام نسبه السكر. ارتفاع نسبه السكر في الدم وعدم انتظام السكر اول سبب للاصابه بقدم السكري. فبالتالي احنا بنيجي نتكلم عن علاج القدم السكري اقول لك رقم 1 و2 و3 و10 هو ضبط السكر. وبعد كده نضيف بقى رقم 11 هو العلاج عن طريق الجراحه او عن طريق مضادات حيويه او الغيرات او خلافه. دايما بننصح المريض سكرك عامل ايه. مش بس سكرك ساعه ما كنت العياده. ان في بعض الاحيان المريض بيبقى جاي العياده انتظر 4-5 ساعات وما اكلش ولا شرب قسنا السكر قبل ما يخش العياده لقى سكره 120-130 ممتاز كويس جدا. يعني في حين ان هو سكره طول اليوم 400-500 ومش منتظم. نقيس السكر التراكمي ونشوف الوضع ساعتها. طيب احنا هنرجع نكمل كلامنا عن كيفيه العلاج والوقايه كمان يمكن قبل شوي تكلمت عنها بس راح نتكلم باستفاضه اكثر وعن مركز الهدى للرعايه الطبيه المنزليه ايش ممكن كمان يقدم لهؤلاء المرضى. خلونا ناخذ الاتصالات. نبدا بالاول اتصال معنا حسن من الدمام. هلا يا حسن. وعليكم السلام. معلش خرناك شويه. الله يعطيكم العافيه. بس بدي محمد لو سمحت. تفضل. انا عندي ابني عمره 15 سنه 16 سنه ومن سنه تقريبا عنده رعاف بالانف. فاحنا استشرنا دكتور قال اعطاه مرهم فبدنا نعرف هل الكي مناسب له بهذا السن او لا. طيب أستاذ حسن ألف سلام على ابنك الأول طبعا. يعني هو مرض الرعاف دي أو رعاف الأنف مشكلة إن شاء الله مش خطيرة والتعامل معها إن شاء الله بيبقى سهل. يعني الأول أول حاجة بيحاول دكتور الأنف أذن يبص على الأنف يشوف الأنسجة هل في بعض الأحيان الشرايين اللي هي مدفونة داخل الأنسجة تبقى سطحية. ربنا خليها بدل ما هي مدفونة داخل الأنسجة من جوه بتبقى تبقى سطحية شوية. فبالتالي أي احتكاك أو جفاف في الأنف أو بعض التراب ممكن يسبب نزف بسهولة جدا. يعني الاول بنحاول نحط كريمات او حاجه اسمها جيل فايبروسيل جيل او خلافه بعض الجيل الادويه الموضوعيه بتحاول شويه تقلل الاحتقان الموجود في الانف ويقلل النزف. لكن لو ما نجحتش الطريقه ديت بنضطر نلجا الى الكي. والكي ده اجراء امن جدا بيتم حتى في اعمار قليله طالما ان في مشكله ان الشرايين سطحيه بنكويها ينتهي المشكله على كده. ما يلاقش منها خالص ان شاء الله. فالكي ما هو مو مشكله. لا مش مشكله ان شاء الله. طيب ناخذ مساعد. الو يا مساعد. مرحبتين اخوي. يا هلا وسهلا فيك. تفضل بسؤالك. ارحب فيك ارحب كل. يا هلا وسهلا فيك حبيبي. تفضل. عافيه علي تحت الفرصه. اخوي انا عندي الوالد عمره 70 وبنفس الوقت اللي طرحته اللي هو عنده السكر ما يقل عن 250 دائما سواء قبل الاكل ولا بعد الاكل.
200 إلى 250 يعني مستمر. وأنا من بالنسبة لي أعطيته منظم يعني اجتهاد مني. أنا زرت المريض لكن الدكتور لكن ما أعطاني وصفة صحيحة وأنه ما أعرف كيف يأخذ الوصفة منه. الآن أنا مستمر معه وأشوف السكر 250 دائما. المشكلة أنه عندها عملية في الحوض وعنده تحت الورك الجرح جرح كبير جدا. أنا في التقليب يعني أتعب في صراحة طريقة التقليب يعني أمسك الرجلين وكذا الطريقة يعني أتعب في الفكرة لكن استمرار على جهة واحدة أيضا أخاف منها. شريت اللي هو المرتبة هذه الهوائية، هل المرتبة الهوائية تغنيني عن التقليب أو في سرير يقلب نفسه إلكترونيا أو كهربائيا يعني يقلب المريض؟ مساعد من وين تكلمنا؟ من أي مدينة بس؟ من الدلم. يا هلا وسهلا فيك مساعد. طيب أوكي. أستاذ مساعد، أولا في نقطتين، موضوع السكر وموضوع الجرح الموجود. موضوع السكر الأول، السكر 250 فيما فوق ده سكر عالي وواضح أنه منظم، يا إما الجرعة مش كفاية أو هو لوحده مش كافي. دايما كبار السن اللي هم يعني زي الوالد الله يعافيه بنخاف من هبوط السكر قوي، فبنبقى حذرين شوية في أن احنا ندي أدوية سكر كتير. ندي أدوية سكر نحاول نحافظ على السكر تقريبا من 100 إلى 200، ما يهبطش عن كده وما يعلاش عن 200. فبالتالي اللي انصحك بيه ان هو توجه لاقرب طبيب يقيم حاله الوالد ويشوف ايه الدواء غير طبيب نضيفه. السكري اكيد يعني لازم ياخد دواء السكر مع منظم، طبعا منظم مش كافي. هو غالبا بيبقى حبه من دواء تاني نوعيه اخرى من ادويه بتضاف على منظم السكر ومع ضبط الاكل اللي ينتظم الاكل اللي هو الخاص بمرضى السكر يلاقي السكر ان شاء الله ينتظم. كمان كبار في العمر خصوصا يخبص مثلا في التمر مؤتمر مش عارف، وصعب التحكم جدا فيهم يعني. تيجي تقول له ما تاكلش او تاكل، لا ما بيستجبش لك بسهوله يعني. فلابد ان نتعامل مع الامر الواقع، هو الوضع الوالد كده، يبقى ندي ادويه تناسب حالته وتناسب غذائه. نتكلم عن جرح. الجرح ايوه، الجرح دلوقتي السكر طول ما هو عالي بالمنظر ده توقع ان الجرح مش هيلتئم للاسباب اللي ذكرناها واللي ممكن نستفيد فيها ما بعد لو في وقت يعني. لكن طول ما سكره عالي اول حاجه انصحك بيها ضبط السكر عشان الجرح يلتئم. والحاجه الثانيه موضوع التقليب، المرتبه الهوائيه لوحدها مش كفايه. واحنا قلنا ان هو موضوع تقليب ومرتبه هوائيه وتغذيه وضبط المشكله الاساسيه واتقاء التلوث بول او براز، فبالتالي لا التقليب مهم. مفيش طبعا سرير بيقلب المريض اوتوماتيك، لا لازم احنا نقلبه بنفسنا، بس طبعا بعد التدريب من قبل فرقه طبيه مختصه ازاي يعلموه يقلب المريض. النظافه الشخصيه ونظافه الجرح مهمه جدا جدا جدا. طول ما الجرح متلوث سواء ببول او غائط او خصوصا ان تحت الورك كمان يعني منطقه صعب جدا يعني. النظافه الشخصيه مهمه جدا ونظافه الجرح. يبقى اللي انصحك بيه ضبط السكر ونظافه الجرح باستمرار ومحاوله اتجاه لاي مركز طبي يعلمك ازاي تقلب المريض بصوره صحيحه من غير ما تاذيه. جميل جدا، شكرا دكتور. خلينا ناخذ اتصال كمان، نقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. مين معانا من وين؟ معك عثمان السلام من الرياض. تفضل يا عثمان بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. كيف الحال يا دكتور؟ اهلا بك يا استاذ عثمان. دكتور، عندي الوالده انا عندها جرح سكري في بطن الرجل. طبعا انا ننظفه يوميا، بس إنه الجرح هذا يبقى زي الشيء اليابس يوميا فيه، إذا تسكر طلع زي اليابس. ما أدري شو الطريقة المناسبة لحل الرجل هذه. طيب بس المستشفى شيء يكون علوي الدمويه الحمد لله سليمة كويس، عنده انتفاخ في الساق كبير. الساقين ولا ساق واحدة؟ لا ساق واحد اللي فيها الجرح؟ اللي فيها الجرح. وعملت تصوير بالأشعة التلفزيونية على الشرايين وقالوا لك إن هي كويسة الحمد لله. طيب سوى لي الأشعال هذه اللي بالجهاز اللي يشوف الأوعية الدموية كويس، قالوا كويس. ايه طيب هل في احمرار في الجلد أو سخونة في الرجل نفسها؟ لا لا اللهم لك الحمد ما في. والسكر أخباره إيه، منضبط ولا لأ؟ والله السكر عندها دائما 100 150 160، ولا الحمد لله ضبطت السكر هي خافت. طيب والتراكمي، السكر التراكمي تعرف عنه اللي هو بيتعمل كل 3 شهور؟ التراكمي في الستة لين السبع. كويس كويس. طيب هو استاذ عثمان من كلامك كده افهم ان السكر الحمد لله منضبط، بس الجرح لسه ملتهب وما استجابش للغيرات المبدئيه. احنا يمكن ما ذكرناش النقطه دي، بعض الاحيان سؤال بيتبادر لذهن اي مستمع. احنا قلنا علاج القدم السكري، ضبط السكر، والغيار على الجرح باستمرار ونظافه الجرح. بعض الاحيان بنلجا الى ان احنا نعمل حاجه اسمها ديبرايدمنت او تنظيف جراحي للجرح. ان بعض الاحيان الطبقات السطحيه من الجرح بكلها ملوثه
ومهما حطينا غيارات عليها التلوث مانع ان الجرح من تحت يلتئم. فاحنا بننظف الطبقات السطحيه من الجرح بطريقه جراحيه. الجراح بينظف الجرح بمشرط جراحي او بادوات جراحيه معينه بحيث ان يبقى الجزء اللي ظاهر من جرح جزء نظيف, وبتدي نغير حاطه اي كريمات ومضادات حيويه وادويه بحيث ان احنا نتحكم في الجرح. فقلت السؤال يتبادر لذهن المستمع, هل ممكن اجراء النظافه الجراحيه في البيت؟ ممكن يتم في البيت. ممكن في البيت. يعني كتير جدا من الاحيان ان نظافه الجرح الجراحيه بتاخد شهور خصوصا في مرضى السكر. فبالتالي ان احنا نحجز المريض في مستشفى او نومه في مستشفى شهر او شهرين او اكتر او اقل عشان الجرح يلتئم, ده يعني مزعج جدا للمريض والاهله, وفي نفس الوقت كمان بيشغل سرير في اخرين في حاجه ليه. مظبوط. احنا نقدر نعمل ده في البيت عن طريق فريق طبي مختص, واحنا عندنا لو مركز الهدى عندنا فريق طبي مختص بالقدم السكري باشراف طبيب تجميل وطبيب قدم سكري. فاذا عثمان يتجه للمستشفى يشيك, بس يمكن يكون فيه الجرح نفسه محتاج تنظيف جراحي قبل ما يحط اي مضادات, لانه باقي المؤشرات ايجابيه والحمد لله. طيب احنا حنروح الفاصل قصير, بعدين راح نرجع ناخذ اتصالاتكم على 012-61-61-100. ونذكركم بأن هذه الحلقة برعاية مركز الهدى للرعاية الطبية المنزلية, اللي يمكن يحتاجونها مرضاكم, أو إذا تعرفون أي مرضى عندهم احتياجات يمكن, أو عندهم مرضى عندهم جروح أو جروح مزمنة أو تقرحات في التقرحات فراش, تقدرون تواصلون مع مركز الهدى للرعاية الطبية عن طريق رقم الهاتف 9000-24-37. فاصل ونرجع نكمل. طبابة ألف. طبابة ألف العيادة المسموعة. رجعنا لكم من جديد في حلقتنا لليوم عن العناية بالجروح مع الدكتور محمد عبد البديع حبيب, زميل الكلية الملكية للأمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي والمناظير. وحلقتنا اليوم برعاية مركز الهدى للرعاية الطبية المنزلية. الكل حابين يستفسرون عن مركز الهدى للرعاية الطبية المنزلية, رقم تليفونهم 9000-24-37. طيب دكتور, قبل خلنا ناخذ اتصال بعدين نرجع نكمل على موضوع مرض السكري لأنه موضوع مهم جدا. ألو, معنا هيفا من الرياض. ألو هيفا. السلام عليكم, معك هيفا الشيخ من الرياض. هلا هيفا, تفضل بسؤالك. بس حبيت أسأل, أسمع أنا كثير بالزلال حاجة زي كذا. الزلال في البول؟ أيوه, ما أدري شو. طيب هو الزلال ده أحد أنواع البروتين الموجودة في الدم عندنا. الطبيعي أن الكلية كمصفة بتنقي الشوائب تفرزها مع البول, والمفيد يرجع تاني الدورة الدموية. المصفة ديت مفروض أن هي ما تعديش الزلال, بمعنى ان الكليه لو عدت زلال في البول معناه ان في خلل في الكليه لسبب او لاخر, لان الزلال دي مواد مهمه جدا ما ينفعش نفقدها في البول. مرض السكر من الاعضاء المهمه جدا من نقلق فيها عن تاثير السكر عليها هو الكليه. فلو ظهر زلال في البول حسب نسبته بنعرف نفهم ان دي بدايه تاثر للكلى من السكر. ننصح دايما المريض يراقب تحاليل البول, لو لقى زلال في البول يراقب الكليه, لان يعني كده معناها في بدايه خلل في الكليه. جميل, ناخذ كمان علي من جدة. الو يا علي. أيوة, السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا علي بسؤالك. يا اهلا دكتور, كيف حالك؟ اهلا بك يا خالي. دكتور, اعاني من قصور كلوي مزمن بيسبب لي مشاكل الام حاده في جسمي, ما اقدر اسيطر عليه, باخذ ادويه شديده, باخذ تبع عندي جده درقيه عاليه نشاطات. ايوه, فعندي الام شديده فما اقدر اوقات اني اتحرك, باخذ ادويه شديده. ادويه زي ايه؟ عندي كمان مسكنات. يعني مسكنات؟ ليش ما اخذش مسكنات؟ باخذ, انا بتابع مع دكتور كلى بس ما في اي تطور, يعني بعاني الام شديده في الجسم. طيب الف سلام عليك يا اخي علي. هو يعني الامر مبهم شويه, محتاج تفاصيل اكتر. يعني يحتاج تفاصيل اكتر ونفحصه بنفسنا عشان نقدر نعرف. يروح دكتور ثاني؟ هو احيانا يكون يعني الواحد مو حاسب تحسن مع طبيب معين, يعني او الراي الثاني يعني. طبعا انصح اختيار دكتور ثاني بيشوف المشكله اللي عنده. ما تشوف شر يا علي. ناخذ كمان معنا محمد من ابها. الو يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل محمد. ودي اسال الدكتور عن السكر التراكمي, كيف اعرفه وكيف احسبه وكم المده اللي يكون فيها العشبية؟ السكر التراكمي. السكر التراكمي ده تحليل للدم. ده مش طريقه حسابيه. هو عينة الدم بتاخد المريض في أي وقت, العينة عشوائية مش محتاجة صيام,
بتاخد مفترض ان هي كل 3 شهور. هو بيربط بيشوف نسبة السكر بالمتوسط بتاع المريض في الثلاث شهور السابقين. بمعنى ان هي مش بيقيس نسبة السكر دلوقتي، يعني حتى لو سكره في وقت ما جانا العيادة 500 ده مش معناه السكر التراكمي يطلع عالي، او لو حتى السكر طلع 100 معناه السكر التراكمي يطلع مظبوط. لا، ده بيربط السكر خلال الثلاث شهور السابقين اللي فاتوا، ان هو السكر بيقيس السكر في خلايا الدم الحمراء اللي هي عمرها 120 يوم تقريبا. يعني هو مختلف عن قياس السكر العادي. مختلف، ده تعديل العين الدمي بتروح المعمل بيطلب السكر التراكمي. الشخص الطبيعي من 4-6% مريض السكر مقبول من 6-7%، اكتر من 7% بيعتبر انه كده السكر غير منضبط ولابد ان هو يضبط السكر اكتر من كده. جميل جدا. طيب دكتور خلينا نكمل على السريع قبل ما نخلص حلقتنا عن القدم السكري. يمكن تكلمنا عن الاسباب وعن طريقه الوقايه. تبدا اولا بوزن السكر بانك تضبط موضوع السكر معك. مزبوط. هو احنا قلنا اول حاجه ضبط السكر، وبتدي بقى كده ننصح المريض بعد بعض النصايح المهمه جدا. اولها ان احنا لازم دايما يوميا يفحص قدميه، الاطراف كويس، اصابع يشوفها كويس جدا من فوق ومن تحت وبين الاصابع، يتاكد ان فيش اي جروح او تغير في لون الجلد في اصابع القدمين، لان هو بعض الاحيان زي ما قلنا كده هو مش حاسس باطرافه كويس، فبالتالي بتحتاج اشوفها بعينيا مش اعتمد على الاحساس بس. احساس يبقى ممكن في قصور بسبب اعتلال الاطراف العصبيه. بنقول للمريض دايما حاول تلبس احذيه طريه، ما تكونش احذيه ناشفه او ضيقه على رجليك، لان دي الاحذيه ممكن يقلل الدم اللي واصل للاطراف، وبدون ما تحس بتيجي يحصل غرغرينا او اسكيميا او قصور في الدوره الدمويه الطرفيه. بنقول للمريض دايما راعي نظافه الاطراف، يعني ما يكونش فين بين الاصابع في رطوبه او بكتيريا او فطريات تاثير الرطوبه مستمره، فنقول لك نشف كويس جدا، حافظ ان انت تحافظ على الجلد دايما بعيد عن الرطوبه، ناشف جاف يعني. الحاجه كمان مهمه جدا هو ان احنا ننصحه ما تمشيش ابدا ورجليك حافي القدمين. لازم على طول تكون لابس او الله يكرمك شوز مفتوحه، لازم تكون لازم حاجه مغطيه القدم كلها وذات الاطراف الاصابع، سواء في البيت او بره البيت، لان ممكن نقدر لو انت مش حاسس المريض يخبط رجليه في حاجه وهو ماشي ترابيزه او كرسي ويجرح جرح هو مش حاسس بيه، كمان لا يغطيها طول الوقت، لانه احيانا يغطيها وما يكون مثلا في بعض السيدات يلبسوا شراب طول الوقت فتكون مي شايفه أخذ لو صارت هو الشراب مش هيحميها بالضبط، يزود الرطوبه والعرق من غير ما يفيدها كتير. احنا بنتكلم طول ما هي بتتحرك لازم تكون لابسه حاجه مغطيه رجليها كلها، هي ما بتتحركش ممكن تكشف رجليها تبقى موجوده عشان تنشف وتبقاش فيه رطوبه عاليه على طول. بنقول دايما المريض لو لاحظت اي جرح او اي تغير في لون الجلد توجه فورا بدون انتظار الى اقرب طبيب يشوف الجرح بنفسه، لان علاج الجرح هو صغير جدا او في بدايته اسهل بكتير من ان انت تسيبه انه الامر يتطور، لان تطور جرح مريض القدم السكري امر محتاج يعني علاج لفتره طويله جدا احنا في غنى عنها لو عملنا الوقايه اللازمه من القدم السكري. هو يعني كل ده بنقول ان احنا ممكن نقدمه في البيت عن طريق مركز الهدى للرعايه الطبيه المنزليه. واحنا قلنا ان في عندنا فرق مختصه بالقدم السكري، لان عنايه القدم السكري عنايه خاصه جدا، ويمكن ربنا يعافينا جميعا مرضى القدم السكري عارفين كويس انا بقول ايه، او اللي عندهم مرضى من هذه النوعيه يعرفوا قديش قد ايه فعلا نفسهم يرجعوا للحركه من تاني. عضو اساسي وطرف الجسم القدمين بيبقى فيها مشكله مش قادر يتحرك، وما يتبعه من تاثير صحي ونفسي على المريض، ونفسيه المريض تنعكس صحيا برضه على المريض ارتفاع السكر بسبب سوء الحاله النفسيه. هي كلها دايره مفرغه بنحاول نخرج منها في اقرب وقت ممكن عن طريق فريق طب مختص. دايما احنا عادتنا لما بنتلقى اي اتصال من مريض بيشتكي من قدم سكري بنبعت فريق الطب بتاعنا زيارة أولية مجانية يشوف المريض ويحدد معاه ايه نوع العلاج ويبتدي العلاج بتاعه في البيت. معظم علاجات القدم السكري ممكن تتم في البيت بصورة آمنة بدون التوجه إلى المستشفى وبنفس جودة التعامل في المستشفى بدون أي ضرر على المريض. في بعض الأحيان شركات التأمين بتغطي الخدمة ديت، مش لازم على حسابك، يعني كتير من المرضى بيسألون أنا عندي تأمين كذا أو كذا ممكن يغطي، أقول له ممكن يغطي، لأن هو حتى شركة التأمين أحرص على ان هي من ناحيه التكلفه يكون اقل وناحيه الخدمه الطبيه هي هو محتاج شركه تامين ان المريض يتعالج بسرعه طبعا عشان املا في شفائه سريعا، وفي نفس الوقت كمان علاجه سريعا معناه تكلفه اقل. فممكن علاج المريض على حسب التامين الصحي. سؤال تاني لا كنت بقول لك الواحد كمان يلجأ للطريقة الصح، يعني لا يسمع من الناس والله في ممرض كويس، والله في مش عارف مين، والله في فلان يعرف يغير الجروح، والله في فلان يعرف، يعني خذ خصوصا لو كان شخص عزيز عليك وخايف عليه خذ الطريقة الصح، يعني روح مركز طبي زي ما بيقولوا ادي العيش لخبازه.
بالضبط. لا تستخسر وتسترخص زي ما يقولوا، وخذ روح مركز مضمون تقدر تتفاهم معاهم. دايما المرضى يقولنا يقولنا احنا اسال مجرب ولا اسال طبيب، اقول له لا ده مثلا ده خطا جدا. لما تسال طبيب احسن تسال مجرب، يعني مش كل حاله جرح ليها طريقه علاج واحده. يقول انا خدت كريم الفلاني فخد الكريم دوت، لا مش كل الجروح زي بعضها، كل جرح من دول يحتاج طريقه علاج معينه. وبعدين خصوصا لما يكون المركز كمان متخصص في المواضيع هذه فحيفك ويريح الواحد من كل اللخبطه اللي ممكن تصير. الله يشفيك جميع المستمعين، واذا كان لكم عزيز وغالي مريض وعنده جروح داخليه ولا خارجيه في كل الاحوال، يعني الله يعطيكم العافيه جميعا. اكيد الكل يقدر يستفيد كمان من وسائل التواصل الاجتماعي في خدمه المريض، صحيح دكتور عندكم في اه طبعا يعني في المركز. من المهمة جدا ان احنا بنستقبلها، بنستقبل مكالمه من مريض بيوصف لنا جرح معين ومش قادر يجينا، او بيقول مش قادر استعد استقبل حد دلوقتي بس عايز اخد رايك هو حاجه عاجله ولا لا، نقول ممكن تبعت صوره الجرح من اماكن مختلفه بكذا زاويه بحيث ان احنا نشوف الجرح، نضع على الطبيب يقول له مبدئيا الصوره دي محتاجين نعمل حاجه الفلانيه او توجه المستشفى او لا ما تصبرش. فاستفاده من وسائل التواصل الاجتماعي في حد جميل على الواتساب يرسل لكم الصوره، ممكن على الواتساب بيديله الرقم بتاعنا بيبعته على الواتساب او الفيسبوك او موقعنا على النت. بس ده امر سلاح ذو حدين، يعني هو ما يعتمدش تماما على النت والكلام اللي كتب على النت عن الجروح، وفي نفس الوقت لما يسال يسال حد مختص. فبنحاول نوفر على نفسنا ان احنا كمان حتى دايما الجرح ما فيني نعالجه بنصوره قبل الجرح او ما بدانا نعالجه، ونحط الصور بعد كده بالتدريج نشوف التطور عامل ازاي، عشان بعد مرور شهر او اكتر او اقل نشوف الجرح بيصغر ولا بيكبر بيلتئم ولا لا. شكرا لك دكتور محمد عبد البديع حبيب، زميل كليه الملكيه للامراض الباطنيه والكبد والجهاز الهضمي والمناظير. وحلقتنا اليوم كانت عن الرعاية الطبية برعاية مركز الهدى للرعاية الطبية المنزلية، ورقم تليفونهم أعيد وأذكر لكل اللي حابين يتواصلون معاهم، اتصلوا استفسروا لو كان عندكم مرضى، استفسروا عن زيارة قال الدكتور الأولى مجانية أكيد، لو كان عندكم مرضى يخليهم يشوفون المريض عندكم ممكن يساعدونا كثير. رقم تليفون مركز الهدى للرعاية الطبية المنزلية بجدة 9-2-2-4-3-7 9-2-2-4-3-7. والله يشفي جميع مرضاكم وجميع المرضانا يا رب، وما تشوفون شر إن شاء الله. أنا ألتقي فيكم بعد شوي في حلقة جديدة من استوديو السلاطين من الساعة 2 للساعة 5، في أمان الله.